لما انا كنت في جريد 2 كنت تقريبا عندي 7 سنين وكان اونلاين ليرنينج عشان كوفيد وكده. فهو التيتشر بتاعي كان بيخلينا ان احنا نعمل فيديوز اونلاين وبعدين نبعتها له. فلما كنت ببعت الفيديوز بتاعتي هو كان بيقول لي يعني انه الانتوزيازم بتاعي يعني حلو جدا, وكان بيقول لي ان انا سوبر ستار. وانا اصلا قبلها كنت بحب ان انا ادخل اوضتي واعمل يعني اكلم المرايه او اكلم الكاميرا, بس كنت بحب جدا الموضوع ده. فبعدها سالت مامتي وبابايا لو اقدر ان انا افتح انستغرام اكاونت, فهم قالوا لي اه عادي, بس انا ما كنتش عارفه انا عايزه اعمل ايه. فقلت ان انا ممكن اعمل يعني مثلا حاجه education بس في نفس الوقت تبقى فن ولكل الاعمار, يعني كل الاعمار يستفيد منها. اول لما بدات كان عندي تيم, يعني مش كل الناس بتبدا بتيم, يعني اللي هو بتبدا شويه لوحدها, بس انا برضو مش اني تيم, انا عيلتي هي اللي كانت ماي تيم. يعني مثلا مامتي هي اللي بتعمل سكريبتس, اختي الكبيره هي اللي بتعمل الاديت, وبابايا هو اللي بيصور. يعني احنا كلنا working team, والموضوع ده خلانا ان احنا كلنا نشتغل مع بعض. من كتر ما الناس بتقول لي كلام حلو مش عارفه ان انا ارد عليهم واقول ايه, يعني الناس بتقول لي يعني بجد بتديني سبورت كبير جدا, وبتقول لي انه يعني اول ما بتنزلي فيديو بنتفرج عليه على طول, وبنحب جدا لما بتنزلي فيديو بنستناكي. فيعني بجد الموضوع ده بيخليني مبسوطه جدا. وبرده ان انا بدات من ان ايرلي ستيج, وكل ما بكبر بتطور اكتر, ومش بس الناس هم اللي بيتعلموا, انا بتعلم معاهم. في اطفال صغيره يعني like مثلا 5 سنين بيبعتوا لي فويس نوتس وبيقولوا لي تاليا احنا بنحبك قوي. ده بقى بيأثر فيا قوي, واللي هو يعني ممكن نقول كده بالانجلش it makes my day. يعني بحب جدا لما الناس بيبعتوا لي فويس مسجز وانا برد عليهم بفويس مسجز, فهم برده بيتبسطوا. لما جبت 10K انا كنت متجننه, انا كنت مبسوطه جدا, اللي هو يا جماعه انا جبت 10K, انا جبت 10K. كنت حاسه ان دي حاجه, بس اللي هو يعني طبعا دلوقتي اتطورت اكتر وطبعا مستنيه مور اند مور. صناع المحتوى بيجي لهم يعني كومنتس مش حلوه او كومنتس يعني صعبه شويه او ممكن تاثر عليهم, بس الصراحة هم مش المفروض ان هم يعني يستسلموا اللي هو خلاص عشان بس حد واحد قال حاجة وحشة. هم مش المفروض ان هم يعني يستسلموا خلاص, هم مش عايزين يعملوا, هم المفروض ان هم يستمروا ويفضلوا يجربوا مرة واثنين وثلاثة عادي. في الأول خالص لما بدأت الناس كانت اللي هو بتقولي انت تعبير وشك يعني over, وان انتي يعني you're over exaggerating, وان انتي يعني your body language كتير جدا, واللي هم كانوا بيقولوا يعني هدي شوية اهدي شوية. بس انا الصراحة هي دي طريقة كلامي, وهي دي وهو ده اللي انا بحب اعمله, وهو ده اللي انا الصراحة متعودة عليه. واصلا عملت فيديو عن التنمر وكده, قلت في الفيديو انه لو انتم مش عاجبكم الفيديو اعملوا not interested سهلة, ولو حد بجد يعني اثر فيا قوي ويعني اتضايقت منه او قال حاجه وحشه جدا بعمل له بلوك سهله. هو الصراحه الموضوع التنمر ده هو مش بيفرق معايا خالص, يعني انا عارفه ان انا confident, وانا عارفه ان انا اللي انا بعمله انا بحبه. ولو انا مثلا حاسه ان حد مثلا يعني بيقول رايه بطريقه يعني مؤدبه ومحترمه عادي, يعني ما عنديش اي مشكله, بس المهم ان هم يكونوا محترمين. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا ارد على كل الكومنتس والمسجز اللي بتجيلي. انا من الناس اللي دايما بحب ان انا اشجع اي حد عايز يعني يعمل حاجه واتيفر هتروح بينا الموضوع ده لحد فين. فبالعكس يعني رحبت جدا وادينا لها فول سبورت من غير ما يكون اصلا حد فينا عارف هو هيعمل ايه بعد كده يعني. بس يعني الموضوع كان بدايته ظريفه, مجرد ان هو شويه فيديوهات تعملها للمدرسه, وبدانا شويه شويه بدانا نكتشف ايه كل واحد فينا يقدر يساعدها او يسبورت بايه,
وفي الاخر الموضوع انتهى بان احنا يعني كنا شغالين مع بعض از تيم وورك، يعني لان الموضوع انت في الاخر بتقدم فاليو للناس. هو الحاجه الوحيده اللي انا اقدر ان انا اركز عليها او انصح بيها حد ان الاهلي يجت شور ان ده بيقدم فاليو للناس. الفاليو ده مش شرط ان هو يكون معلومه، ممكن يكون فاليو ترفيهي، بس حاجه تتفق دايما مع القيم والاخلاق بتاعتنا، ودي البوينت، دي اهم بوينت. يعني احنا الصراحه بنحاول ان احنا نبسط المعلومه على قد ما نقدر، يعني عشان توصل لكل الاعمار. وبرده بنحاول ان احنا يعني ننزل ديلي، يعني على قد ما نقدر. الموضوع صعب جدا بس بنحاول ننزل كل يوم. وبرده اللي هو اللي بيحصل، يعني الاحداث اللي بتحصل في العالم او دلوقتي، انا بحاول ان انا اعمل فيديوز عنها. النصيحة اللي أنا عايزة أقولها إن هما زي ما أنا قلت if you dream it you can make it، وبرضو no pain no gain. يعني those quotes هما بجد لازم يفضلوا يعني في دماغك على طول، عشان هما بجد هيساعدوك. عشان على طول مثلا if you're struggling أو في حاجة صعبة عدت عليك، if you dream it you can do it، no pain no gain، سهلة. وبرضو زي ما احنا برضو قلنا never give up، عشان يعني افضل استمر استمر استمر، you never know what's coming next.